حارس الثورة السورية كما لقب، ومن أبرز ناشطي ومنشدي الثورة السلمية في مدينة حمص، ويعتبره الكثيرون صوت الحق، وثار مع أبناء شعبه ضد القمع والاستبداد، وشارك في الكثير من التظاهرات المعارضة للنظام. واحد من هاي الناس اللي حرضت وشجعت الناس على 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 الثورة. انت ما بتعرف حالك، بتنأسر، بتنقتل، بيشيلوا اهلك، بيقتلوا امك، بيقتلوا ابوك، بيقتلوا. فالايام هذه كانت اخطر عليه، ولكن كانت اجمل لانه كانت ثورة شعب. جانا رمضان بعد رمضان العيد، أنا بعمري ما أطع الأمل عنها. يا يما، لأنه هذا الشعب لسه داخل هاي الثورة. يا يما تعب جديد، الطريق بده تضحي وبده دماء. زفيني جيتك شاهد يا يما.